بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. يقال لشبابنا في بعض الحواضر العلمية كما تسمى، أو بعض الأروقة الثقافية كما يحلو للبعض أن يسميها، أن الدين يهتم بالجانب النظري أكثر من الجانب العملي. يعني الدين دين نظريات، وهذه النظريات بعض الأحيان ما تأخذ مجالها على أرض الواقع. الجواب على ذلك، الكلام هذا مو صحيح، وما يتهم به الإسلام صحيح، لأن الدين ينظر للأمر القابل للتطبيق، بل اللي لابد أن ينزل على أرض الواقع. ولهذا تشوفون الدين ما يكتفي بالعلم بهذا الأمر أو ذاك ويسكت، بل يدعو إلى ما بعد تعلم هذا الأمر أو ذاك. والعصر كما يقول تعالى، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والإيمان معرفة بالجنان كما قال المعصومون عليهم السلام. إلا الذين آمنوا، بس لا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأنت شلون تقول لشبابنا الدين هو دين التنظير وملء الذهن بالمعلومات؟ كلام مو صحيح هذا. القرآن الكريم يستثني من الخاسرين الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر كما يعبر القرآن الكريم. أينما ذكر القرآن الإيمان والذين آمنوا ذكر من بعده العمل الصالح، وضرورة الإتيان بالعمل الصالح بعد المعرفة الصحيحة. وين ما يذكر الإيمان في القرآن يذكر من بعده العمل الصالح. فشلون الدين دين نظريات؟ بعدين بالوالدين إحسانا، نظرية بالوالدين إحسانا، لو هذا ينزل على أرض الواقع يترجم الإنسان من خلال بره لوالديه في الواقع. أنا ما أعرف كيف يقال هذا الكلام لشبابنا بصراحة. هاي آيات العمل الصالح في القرآن من أول القرآن إلى آخر القرآن، والآيات اللي ذم اللي يدعي الإيمان وهو لا يعمل، شو كثرها الآيات اللي ذم ذلك. ولهذا الإسلام دين علم وعمل واستقامة من بعد العمل. الله يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بالنبي وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.